سعد بن معاذ تبكيه السماء والأرض. تباكى المنافقون على أساتذتهم اليهود الخونة، وقال شاعرهم يلوم سعد بن معاذ ويثني على المنافق أبي حباب أي ابن سلول الذي دافع عن يهود قينقاع: ألا يا سعد سعد بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. لم يأبه سيد الأوس بمقالات المنافقين التي تنضح بالخيانة، فقد وضع حدا لمن خططوا لإقامة المذابح لنبيه صلى الله عليه وسلم وشعبه وإسقاط دولته. ثم حمل سعد على دابته وأعيد برفق نحو خيمته العلاجية. أصبحت أموال قريظة غنيمة، فلم يسأل سعد شيئا منها، كان كنبيه صلى الله عليه وسلم يبذل ما عنده ليسعد الآخرين، كان يريد الحياة لتنهض دولته لا ليقضي وقته بالرفاه والتقلب في النعيم. كان يبحث عن عوالم أرقى حين دعا: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت قد وضعت الحرب فيما بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتتي فيها. ولما خيم الليل رأى رجال من غفار يبيتون بخيمة مجاورة لخيمة سعد، رأوا سائلا أحمر ينساب إلى خيمتهم، فنادوا رفاق سعد: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ نظر رفاق سعد فإذا بجرح سعد قد انفجر، فأخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم واستأذنوه لحمله إلى طبيبة يقال لها رفيدة تداوي الجرحى، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم. ولما أصبح مر عليه فقال: كيف أصبحت؟ ويمر عليه مساء ليتفقده ويقول: كيف أمسيت؟ لكن الفراق دنا. وبدأ سعد يحتضر، فحملوه من بيت رفيدة إلى منازل أسرته بني عبد الأشهل. وفي الصباح توجه القائد كعادته نحو بيت رفيدة ليتفقده، فقالوا: قد انطلقوا به. خفق قلبه صلى الله عليه وسلم وخرج يمشي مسرعا تلهفا، والصحابة يسرعون حتى تقطعت سيور نعالهم وسقطت أرديتهم، فهتفوا بقائدهم الملهوف
يا رسول الله أتعبتنا في المشي، فأبكى قلوبهم حزنا حين قال: إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. في ظلال السيرة.